قتلهم ذبحهم قال لا. قال هؤلاء أنا أرى الله أعلم أنه خيرة الناس لأنهم يناظروا بعلم فأرى أن تتركهم. نعم. وما ازداد عبد بعفو قال إلا عزة. نعم. شهد له الأعداء قبل من كان يعرف شيخ الإسلام. شاهدوا له بالعلم. كان يدخل الداخل إلى مجلس شيخ الإسلام إذا دخل يذكر الله سبحانه وتعالى من هذا المجلس العامل بذكر الله. كان إذا جلس في المجلس يغمض عينيه ويتكلم، يقول أنه يتكلم يسرق صوت، حتى أن بعض الناس كان يقول أنه يوحى إليه، يعني من شدة علم شيخ الإسلام وحفظه رحمه الله. طبعا هذا كان باطل ولا شك فيه. الشيخ الألباني رحمه الله يقول كنت إذا حضرت مجلس الشيخ الأمين الشنقيطي تذكرت ترجمة شيخ الإسلام. الشنقيطي رحمه الله إذا تكلم كأنه يقرأ من كتاب ما شاء الله، من شدة علم الرجل بحفظه. وأقول أتذكر ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كل حديث لا يعرف شيخ الإسلام فليس بحديث. انتقد على شيخ الإسلام أمور هي في الحقيقة مدح لا قدح. انتقدوا على ترك النكاح وهو لم يترك النكاح رهبانية، بل كتب في النكاح وألف، ومن أحسن من ألف في هذا الباب. لكن شغل بتعليم الناس والجهاد وبالسجن. انتقد عليه رفض الاعتياد، لم يقبل فلس من احد، كان يكتفي بما قليل ياتيه من اخيه ولم ياخذ شيء، رفض كل شيء، رفض المناصب، رفض الاعتياد. انتقد عليه هذا وهذا مدح الشيخ الاسلام رحمه الله تعالى. شيخ الاسلام أوقف جحف ثلاث طوائف منهم الرافضة، رجل واحد بحال الفرق أوقف جحف هؤلاء. بماذا؟ توحيد. نقاط القوة عند شيخ الإسلام أول ما يذكر التوحيد والإخلاص عند شيخ الإسلام، وأنه لم يبالي بأحد في دين الله. الصبر على ما ذكرنا، شكر النعمة، الالتجاء إلى الله، التضرع، همة الرجل. كان يطالع في تفسير الآية الواحدة أكثر من 100 مرجع، ويستغفر ويدعو الله سبحانه وتعالى حتى يفتح الله عليه. لا تظن تبحث عن المسألة وتقول والله سمعت الشيخ ذكر هذه المسألة وتقول أراد ترجح لدي. أكثر من 100 مؤلف لتفسير آية واحدة ويدعو الله سبحانه وتعالى. انتقد على شيخ الإسلام غير هذه الأمور، سوف يأتي معنا بإذن الله تعالى في نهاية العقيدة الواصلية. هناك كلمات لشيخ الإسلام أصبحت يعني سائرة محفوظة عند الناس، وهذا من توفيق الله. من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. المحبوس من حبس عن ربه، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وغير هذا من الكلمات التي حفظت عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكل كلمة من هذه الكلمات لها أصل من كتاب السنة. قال عن الرافضة: لا للإسلام نصروا ولا لعدوه كسر، وغير هذا من الكلمات. مؤلفات شيخ الإسلام قلنا شو كل مؤلفات شيخ الإسلام لم يؤلف كتاب من أجل التأليف، وهذا فيه عبرة لطلاب العلم. لم يؤلف كتاب حتى يقال عنه مؤلف، ألف لحاجة الناس. فكل مؤلفات شيخ الإسلام ردود، فتاوى، نعم،
كل مؤلفات شيخ الإسلام على هذا. الواسطية رسالة، الحموية رسالة، التدمرية رسالة. أرسل إليه يا رفض يكتب الواسطية. كتب الواسطية، ابتدأ في كتابة الواسطية من بعد العصر، فرق منها قبل الموت. كتب التدمرية بعد الطرق، فرق منها قبل العصر. نحن الآن في المعاهد العلمية ندرس العقيدة الواسطية في سنة، حموية في سنة، تدمرية في سنة، ويكتبها في ساعة. من البركة. نعم، بركة حسية. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يعرف عنه أنه تراجع عن شيء من كتبه إلا بعض الفتاوى قال معروفة. كذبوا على شيخ الإسلام وافتروا عليه وألصقوا به بعض الكتب، منها دعاء ختم القرآن والتراجع عن فتوى شد الرحل لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، كتب منحولة عليه. هذا كان في القديم. في العصر الحاضر تغيرت الأمور. ماذا حصل؟ حصل أن الأعداء عرفوا أن هذه الطريقة لا تصلح. مجرد ما ردوا على شيخ الإسلام يأتي أئمة الإسلام ويرد عليهم، لأن الغرض ليس الدفاع عن شيخ الإسلام، الغرض الدفاع عن السنة. نعم، فماذا صنع هؤلاء؟ أخذوا يحققوا كتب شيخ الإسلام ويدخلوا فيها أشياء، ويأتيك الكتاب من الخارج ترجمة شيخ الإسلام، تفرح تقرأ فيها الطعن في طريقة أهل السنة والجماعة. فأخذوا يلعبوا في كتب شيخ الإسلام بهذه الطريقة. جاء الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله وصنع مشروع. مشروع هذا فيه العناية بتراث شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى، ونقر هذه الكتب وأخرجوا ما صنع هؤلاء. إذا لا يوجد كتاب رجع عنه شيخ الإسلام، كتب منحولة عليه ذكرنا، رجع عن بعض الفتاوى نعم، لكن كذبوا عليه أنه رجع عن فتوى شد الرحل إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. مؤلفات شيخ الإسلام قلنا أكثر من 1000 مؤلف، منها هذا المتن المبارك، متن العقيدة الواسطية. العقيدة الواسطية هناك، يعني الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في هذا المشروع جمع تراجم شيخ الإسلام في مجلد واحد، مجلد كبير. الذي ترجم شيخ الإسلام في الغالب جمع هذه التراجم ووضعها في مجلد، ثم اختصر هذه التراجم كلها في مجلد مختصر صغير. فليرتعد الواسطين. سبب التسمية بالواسطين والله أعلم، عندي أنا أسباب. السبب الأول أن أحد قضاة الواسط طلب من شيخ الإسلام أن يكتب له رسالة مختصرة في معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. هذا أول سبب تسميتها بالواسطية. الثاني لأن شيخ الإسلام كتب هذه الواسطية بعد صلاة العصر وهي الصلاة الوسطى. الواسطية لأنها كانت في وسط عمر شيخ الإسلام. الواسطية لأنه ذكر فيها باب كامل في وسطية أهل السنة والجماعة. الأمر الخامس والله أعلم أنها يعني الواسطية بالنسبة لكتب شيخ الإسلام هي أسهل كتب شيخ الإسلام. نعم والله أعلم. بعد هذا نبدأ بدراسة هذا المتن المبارك. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا يبدأ علماء أهل السنة والجماعة بالبسملة؟ ابتداء بالكتاب العزيز
اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام بل وبالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بعلماء السلف تيمنا وتبركا للبداء بسم الله لأن كل شيء يذكر عليه اسم الله تحل في البركة ولذلك تسمي عن الطعام ويسمي عند الجماع وغير هذا الأمر الخامس هذا استأنس به وإن كان لا يصح استئناسا بحديث كل أمر ذي باب بدأ بالبسملة ثم بدأ كذلك بالحمد لله اقتداء بالكتاب العزيز اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وبعلماء السلف وحمد الله في أول الكتب لماذا؟ لماذا يحمد العلماء يحمدون الله سبحانه وتعالى في أول مؤلفات؟ لأن الله أنزلهم هذه المنزلة منزلة ورثة الأنبياء ويأتي الحمد في آخر الكتب كذلك لأن الله أتم عليهم النعمة كما ذكرنا على الإمام البخاري رحمه الله تعالى الحمد لله الحمد هو ذكر المحمود بجميل الصفات على وجه المحبة والتعظيم الحمد لله قبل هذا طريقة في الشرح أو الشروحات لهذه العقيدة المباركة الشروحات لهذه العقيدة المباركة كثيرة من أحسن الشروحات والله أعلم شرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى شرح العقيدة الواسطية للشيخ صالح الفوزان حفظه الله كذلك الدرر السنين هذا من أحسن الشروحات شرح الواسطية بكلام شيخ الإسلام وبكلام ابن القيم رحمه الله كذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى له مذكرة عن العقيدة الواسطية هذه المذكرة مختصرة كالشرح المختصر للعقيدة الواسطية الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى طلب منه تدريس هذه الكتب الواسطية والحموية والتدمرية في المعاهد العلمية في المملكة العربية السعودية فماذا صنع؟ صنع عن العقيدة الواسطية وذكر العقيدة الواسطية وتقريب التدمرية وفتح رب البرية تلخيص الحموية هذه الكتب أصبحت مقررة في المعاهد العلمية عندنا في المملكة العربية السعودية هذه المذكرة يعني شرح واضح مختصر للعقيدة الواسطية فالأصل من أراد أن يفهم العقيدة الواسطية يقرأ أولا المذكرة ثم يدرس الواسطية من شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بدأ بالبسملة والحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله أي رسول جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أرسلهم الله سبحانه وتعالى بالهدى هل النبي صلى الله عليه وسلم هو هدى أو جاءه مع الهدى يصح الجمع بين أنه جاءه مع هدى وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم لكن هداية الدلالة المشهد لا هداية بالهدى ودين الحق الدين يطلق على العمل إن الدين عند الله الإسلام ويطلق على الجزاء مالك يوم الدين يوم الجزاء الحساب بالهدى ودين الحق ضد الحق الباطل ليظهره يظهر من يظهر الدين أو يظهر الرسول عليه الصلاة والسلام يظهر الدين والرسول ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا على ما على صدق هذا النبي عليه الصلاة والسلام شهد الله سبحانه وتعالى على صدق هذا النبي عليه الصلاة والسلام وصدق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام شهادة قولية وشهادة فعلية قولية أنزل الله سبحانه وتعالى عليه القرآن فعلية أن الله سبحانه وتعالى أعلى هذا النبي عليه الصلاة والسلام ونصر في غزواته عليه الصلاة والسلام وانتصر على أعدائه الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أقر بقلبي ناطقا بلساني عاملا بالجواب أن لا إله لا معبود بحق إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا شريك توكيد للا إله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده توكيد لإلا الله ولا شريك توكيد للا إله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
إقرارا توحيد الأشهر به وتوحيد عباد الله سبحانه وتعالى. وكما أفرد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة، لابد أن يفرد النبي عليه الصلاة والسلام بأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. ولابد أن نجمع في وصفنا للنبي عليه الصلاة والسلام بين العبودية والرسالة، ولا يمكن الفصل بينهما. وأشهد أن محمدا عليه الصلاة والسلام عبد. عبد هذه تتضمن أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له شيء من خصائص الربوبية، هذا الأول. الثاني في عبد أن النبي عليه الصلاة والسلام أعبد الخلق، ولا طريق إلى عبادة الله عن طريق عليه الصلاة والسلام. إذن في عبد رد على طائفتين، الذين يستجيرون النبي عليه الصلاة والسلام وادعون النبي عليه الصلاة والسلام شيء من الربوبية، وعبد رد على المبتدع رسول. هذا هو القسم الثاني، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. ذكرنا لما تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام هو نبي ورسول، نبدأ به لأقرأ وأرسل بالمدثر، وأشهد أن محمدا عليه الصلاة والسلام عبده ورسوله صلى الله عليه. الصلاة من الله من أحسن ما قيل فيها أن الصلاة هي الثناء على المصلى عليه في المنع عليه. الصلاة من الله، كم فسر ذلك أبو العالية رحمه الله كما ثبت في البخاري تعليقا وفي غيره. صلى الله عليه وعلى آل النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ذكر الآل وحدهم، يعني عند الإطلاق، الآل المراد بهم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام على دينه. والدليل إنه ليس من أهلك، مع أنه من قرابة ابنه. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون، قرابته لا، أتباع لدينا. إذن إذا ذكر الآل ولم يذكر معهم آل البيت وأصحابه وكذا عند الإطلاق، فالآل المراد بهم الأتباع لدينا. لكن لو قال آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة، هم على الصحيح بنو هاشم ومواليه فقط. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، الصحب جمع صحابي، والصحابي هو من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخلفت الردة على صح الأقوال. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، السلامة بها دفع الآفات، والصلاة بها جلب الخيرات. فندعو الله سبحانه وتعالى أن يسلم، أي دفع الآفات. ولهذا لو قال السلام على الله، وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام عبد، والصلاة بها جلب الخيرات. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيد أجزاء. أما بعد، مهما يكون من شيء بعد فأقول، أما بعد فهذا، كيف يقول هذا؟ يعني استشكل بعض الشراح، كيف يقول هذا؟ هذا أي؟ هذا اسم إشارة إلى دار المكان. يقول هذا، ما هذا؟ في شيء موجود؟ يقول هذا، هذا يعني هو لم يؤلف الكتاب، وكتب المقدمة الآن، صحيح؟ يقول هذا غير موجود. استشكل بعض الشراح، يعني كيف يقول هذا على شيء غير موجود؟ قالوا ان شيخ الاسلام كتب الكتاب ثم كتب المقدمه، وقال هذا الذي كتبت قبل المقدمه، هذا قول. او هذا لان الكتاب تركب في ذهن شيخ الاسلام، كل مؤلفات شيخ الاسلام هو فيها قائل لا ناقل. تظن ان شيخ الاسلام عندما قال هذا ما يعرف الذي يأتي بعد هذا، وعارف بإذن الله. نعم، نحسب كذا. أو هذا باعتبار هذا القارئ، لأنه يألف له. نعم. أو هذا إجابة عن سؤال هذا القارئ من قضاة واصل. فهذا اعتقاد. ذكرنا من العقيدة أنك تعبد عقد مع الله، تعبد الله ولا تشرك به شيئا. فهذا اعتقاد
اعتقاد من؟ اعتقاد أهل السنة. لماذا سمي أهل السنة والجماعة بهذا الاسم؟ لأنهم تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. تمسكوا بالسنة، السنة هنا الطريقة، بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا فقط، لا، السنة والجماعة، يعني اجتمعوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتفرقوا. إذا كل اجتماع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو اجتماع، وكل اجتماع مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة افتراق، وإن رأى بعض الناس اجتماع تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة لا يمكن أن ندخل في أهل السنة والجماعة أشاعر ولا كرام. كيف يكون أهل السنة والجماعة ينفون الصفات؟ يثبتون سبع صفات، نعم، حتى في إثبات هذه السبع الصفات لم يوافقوا في أهل السنة والجماعة، فلا يحسب من أهل السنة والجماعة ولا كرام. يعني أهل السنة والجماعة هم السلفيين، بس الله جعلنا منهم نار. فالماتريدية والأشاعرة ليسوا من أهل السنة ولا كرام. نعم، أهل السنة والجماعة. فأما بعد، فهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. إذا أراد أن يبين معتقد أهل السنة والجماعة إجمال، ثم يبين معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، فهذا نعم، فهذا اعتقاد الفرقة، الفرقة الطائفة الناجية من ماذا؟ الناجية في الدنيا من الخروج عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه السلام الصالح، والناجية في الآخرة من العذاب. لا تزال طائفة من أمتي على الحق المنصور على ما سيأتي معنا بإذن الله تعالى. ناجية في الدنيا وناجية في الآخرة. المنصورة من ينصرها؟ ينصرها الله. نعم، إذن فرقة، طائفة، منصورة، وناجية. نعم، إلى قيام الساعة، أي إلى قرب قيام الساعة. لماذا؟ حتى نجمع بين هذا الحديث وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة إلا على شر الخلق، لا تقوم الساعة حتى ولا يبقى على وجه الأرض من يقول الله الله، وفي المسلم بسند صحيح: حتى لا يبقى على وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله. قال: نعم، فهذه اعتقاد فرقة الناجية الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. نعم، وهو الإيمان. ما هو معتقد أهل السنة والجماعة؟ وهو الإيمان. نعم، وهو الإيمان بالله. الإيمان بالله تقدم معنا في شرح الأصول الثلاثة، تضمن الإيمان بربوبية وألوهية وأسماء وصفاته، والإيمان بوجود الله، ودل على وجود الله العاقل والحس والفطرة والشرع وملائكته، عالم غيب خلقهم الله من نور، يدعون الله ويحصون لهم أرواح وأجساد وعقول وقلوب، نؤمن به بإثمانه وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسماء وصفاته وأعماله والأخبار التي جاءت عنه بإجماله وتفصيله. الإيمان بالكتب، نؤمن بأنها كلام الله منزل غير مخلوقة، وأن الله سبحانه وتعالى تكلم به حقيقة، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول الكتاب، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. نؤمن بكل الكتب إجمالا بما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائها وأخبارها وأحكامها لم تنسخ، وأن القرآن نسخ من تلك الكتب. الإيمان بالرسل، عبيد لا يعبدون، رسل لا يكذبون، عليهم الصلاة والسلام، أن الله أرسلهم وأوحى إليهم وأيدهم بالآيات، أدوا الأمانة ونصحوا الأمة وبلغوا وجاهدوا في الله حق جهاده. نؤمن بهم إجمالا بما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته والأخبار التي جاءت عنهم والآيات التي أدهم الله سبحانه وتعالى بها، وأنه أول الأنبياء آدم وأول رسل نوح وخاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام. الإيمان باليوم الآخر سيأتي معنا. الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. الإيمان بالقضاء والقدر، قلنا مراتب أربع: علم وكتاب ومشيئة وخلق. نعم، ومن هذه من تبعيضية، ذكرنا أن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بربوبية وألوهية وأسمائه وصفاته والإيمان بوجوده. الآن يشرح لك الإيمان بالأسماء والصفات من الإيمان بالله. نعم،
من الإيمان بالله الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا فيه أن الأسماء صفات توقيفية أي يتوقف فيها على مواضع الكتاب والسنة ولا تجاوز القرآن والحديث كما ذكر هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى. إذن لا مجال للعقل في الاجتهاد في باب الأسماء والصفات. هذا من حيث التفصيل، يعني نثبت هذا الاسم وننفي هذا الاسم، هذا لا مجال للعقل والاجتهاد. المرد والمرجع الكتاب والسنة. لكن من حيث الإجماع لابد أن العقل يثبت لله كل صفة كمال وينفي عن الله كل صفة نقص وعيب. وسيأتي معنا مثلا في إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، العلو في الذات، أدلة إثبات العلو في الذات لله سبحانه وتعالى إجماعا خاصة العقل والشرع، العقل والشرع، العقل والشرع والفطرة. نعم، وسيأتي معنا الإجماع. نعم، كتاب وسنة وإجماع وعقل وفطرة. نعم، من غير تمثيل ولا تكييف، من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تحريف. لماذا قال من غير تحريف ولم يقل من غير تأويل؟ أراد شيخ الإسلام ألا تكلم إلا بالكتاب والسنة، ولا استطعت ألا تتكلم إلا بالكتاب والسنة فبعد. وهو من البداية تكلم بهذا الذي أفصل رسوله بالهدى ودين الحق، قرآن من غير تحريف، لأن هذا الذي جاء في القرآن، وأن هذا أقرب للعدل، وأن هذا فيه تمثيل من هذا الأمر. لأنه تقول أنت محرف أول، تقول أنت مؤول أخر. الرابع أن التأويل ليس كله مذموم، ما دل عليه دليل فهو صحيح مقبول، وما لم يدل عليه دليل فهو فاسد مردود. التحريف التغيير، وهو ينقسم إلى قسمين، تحريف لفظي وتحريف المعنى. تحريف اللفظ في الغالب لا يقع إلا من جهة، قال حرف وقال وكلم الله موسى تكليما بنص لفظ الجلال. بعض العلماء رحمه الله تعالى قالوا لو تقول ان هذه الايه وكلم الله موسى او كلم الله موسى تكليما، ما تقول في قوله وكلمه ربه؟ لم يحرف جره، هذا تحريف في اللفظ لا يقع الا من جهه. الحمد لله رب العالمين، ماذا تحريف في المعنى؟ يغير المعنى، استوى استولى. باطل، لا يوجد في اللغة ما يدل على استوى مع استولى إطلاق. نعم، هذا باطل، رجل لا يعرف اللغة أصلا لما يقول هذا. وسيأتي معنا أن هذا باطل بالكتاب والسنة وبإجماع الأمة. نعم، سيأتي معنا إن شاء الله. هذا تحريف المعنى، قال من غير تحريف ولا تعطيل. التعطيل التخلي والترف، وبئر معطلة أي مخلاة متروكة مهملة. تعطيل إما تعطيل جزئي أو تعطيل كلي. تعطيل جزئي كتعطيل الأشاعرة، تعطيل كلي كتعطيل الجهمية. نعم، من غير تحريف ولا تعطيل من غير تكييف. التكييف يسأل عنه بكيف، يسأل عنه بكيف، كما سأل الإمام مالك الرحمن عرش استوى قال كيف استوى. التكييف محرم، يعني في صفات الله سبحانه وتعالى، ويكون التكييف إما باللسان تعبيرا أو بالقلب تقديرا أو بالمنام تحريرا. مثال، هذا الأخ اشترى سيارة، فهذا قال كيف هذه السيارة؟ هذا سؤال عن مالك، عن كيفية. فقال هذا أرسم لك كيفية هذه السيارة، هذا تكييف بماذا؟ بالمنام. أو أخذ يشرح، قال السيارة لها أربع أبواب ولها نوافذ ولها إطارات ولها كذا ولها كذا وكذا، هذا تكييف باللسان. مجرد ما قلنا فلان اشترى سيارة لكزس موديل 2013، هذا تخيل شكل هذه السيارة، هذا تكييف بالقلب. كل ما خطر ببالك ف
فالله سبحانه وتعالى على خلاف ذلك، يعني لا يمكن ندرك الكيفية، لأن لم نرى الله ولم يخبرنا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، وليس له مثيل. كيف نعرف كيفية السيارة؟ نرى أو نرى مثل هذه السيارة إن كان لها مثل، أو يخبرنا الصادق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا ولم نرى الله وليس له مثيل. إذن الكلام الكيفية قول عن الله بلا علم ولا تمثيل. لماذا قال من غير تمثيل ولم يقل من غير تشبيه؟ لأن هذا الذي جاء في القرآن ليس كمثل شيء. الثاني، ما من شيء في الوجود إلا بينهما قدر يشتريان فيه. تقول فلان لين والحديد لين، صح؟